والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، أهلا وسهلا بكم في القناة. طبعا النهاردة هنتكلم عن بلاي ليست مهمة جدا في القناة، وهي السايبر سيكيورتي، وإزاي إن أنت تخلي التطبيق بتاعك آمن جدا باستخدام الفريم ورك لارافيل. طبعا لارافيل فيها بعض العيوب وبعض المشاكل اللي هي في من ناحية السيكيورتي، لأن السيكيورتي عندها ضعيف شوية، فعشان كده احنا هنبدأ نعالج في الفريم ورك ده بعض المشاكل اللي انت ممكن تخرج بها بتطبيق آمن جدا عشان تقدر تنشره على الإنترنت. فطبعا من بعض العيوب اللي بتعمل اللي فيها ما تقدرش تعالج بيها لارافيل هذه المشكلة، وهي مشكلة هندلة الأورر. طبعا هندلة الأورر مهم جدا جدا في الفريم ورك ده، أو خاصة في لغة البي اتش بي، لأن طبعا الأورر ممكن يساعد الأتاكر إن هو يقدر يعمل أتاك عندك على الأبليكيشن بتاعك، ويقدر يخترق الأبليكيشن بتاعك بكذا طريقة من الطرق. طبعا احنا لارافيل عامله في الموقع بتاعها او الدوكيومنتيشن بتاعها حاجه اسمها سيكيورتي. طبعا سيكيورتي اللي هم كام موضوع دول طبعا بسيط جدا، فده مش كفايه قوي ان هو يخلي الابليكيشن بتاعك او التطبيق بتاعك اكتر سيكيورتي. لا، احنا لازم نطبق حاجه اسمها Secure Software Development Life Cycle، وده حاجة اسمها الـ SSDLC. طبعا ده لو انت طبقته عندك في الابليكيشن بتاعك او في التطبيق بتاعك هيكون اكثر امان واكثر سيكيورتي. فطبعا هنا لارافيل مدينا بعض الامثلة البسيطة جدا على السيكيورتي عندها، زي مثلا الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والايميل فيريفيكيشن والانكريبت والهاشينج والباسورد ريسيت. طبعا لو احنا رجعنا للقناة بتاعتنا هنلاقي ان احنا اتكلمنا عن الهاشينج والباسورد ريسيت. اما الاوثنتيكيشن فدي طبعا اللي هي صفحة اللوجن والريجستر، فده طبعا بيقول لك ان الفورمة مهمة جدا عندك في الابليكيشن، وده بداية الابليكيشن وبداية التطبيق بتاعك. فطبعا احنا هنبدأ واحدة واحدة عندنا في القناة في البلاي ليست ديت، هنبدأ نوضح كل حاجة ولها دورها في السكيورتي عندك في التطبيق بتاعك. إن شاء الله البلاي ليست ممكن تعجبكم، ولو عجبكم يا ريت لايك وشير عشان نقدر نوصل إن احنا نفيد أكتر من ناس تانية. أول حاجة هنعملها أو هنتكلم عنها في هندلة الايرور عندنا في الابليكيشن، وهي طبعا احنا عندنا هنا في الابليكيشن لو احنا رحنا في التطبيق ده اللي احنا عاملينه اللي هو الانستجرام، طبعا في الاب في الكنترولر، طبعا في الكنترولر احنا ممكن كنا بنكتب الكود كده وخلاص عشان نقدر ان احنا نخلص التطبيق ده، لكن بالنسبة من ناحية الأمان فهو ليس أمان جدا. ليه؟ لأن احنا ما هندلناش الايرور اللي هيطلع عندنا، لأن ممكن الاتاكر يستغل أي ضعف أو أي ثغرة في البرنامج أو التطبيق بتاعنا ويقدر يعمل اتاك عندك على الابليكيشن. طبعا الاتاك بيستنى أي ثغرة بداية من كتابة الكود لحد ما تعمل بتعمل عندك بابليك للتطبيق بتاعك، أو بتعمل نشر للتطبيق بتاعك على الانترنت. فطبعا بداية من كتابة الكود عشان ما نقدرش نعمل خسائر كثيرة جدا، فلازما كتابة الكود بتمشي على طرق معينة، الى جانب ان في فريق خاص بيك ان هو بيعمل حاجة اسمها سيكيورتي في التطبيق بتاعك. طيب طبعا الطريقة اللي احنا كاتبين بها الكود دي غلط طيران من ناحية السكيورتي. لازم في حاجة اسمها فاليديشن، وطبعا انت لازم بنهندل الفاليديشن في حتة اسمها الريكوست. في الريكوست هنا تقدر تكتب الفاليديشن بتاعك بحيث ان انت بتهندل الجزئية ديت عشان تقدر تسمح لليوزر يستخدم التطبيق بتاعك، لان انت متعرفش من اللي بيستخدم التطبيق بتاعك، ممكن من ضمن اليوزر دول يكون في اتاكر، والاتاكر ده ممكن يستغل بعض الثغرات عندك في الابلكيشن ويقدر ان هو يبدا ان هو يعمل اتاك عليه. فطبعا دي بدايه بلاي ليست، فاستناني في المحاضره القادمه.